بداية بشكر الاستوديو التحليلي الأستاذ سهيل بن عمر والصديق العزيز الكابتن ساني الزراع والصديق العزيز سليم محمد. مباراة أعزائي المشاهدين نتيجتها 1-1 في الأشواط تجمع ما بين الألماني ديمتري أوفتشاروف واللاعب الكوري تشو سونغ مين الكوري. طبعا النتيجة 1-1 في دور الـ32، من يصعد إلى دور الـ16. بدأ اللقاء منذ قليل في شوطين، والنتيجة زي ما شايفين حضراتكم تقدم اللاعب الكوري تشو 4-1 4-2. ينتقل الإرسال للاعب تشو سينج مين. بطولة الدبليو تي تي أعزائي المشاهدين في نسختها الثانية والتي تقام للمرة الثانية على التوالي بالدوحة عاصمة الرياضة العالمية، ونقلا على قناة الكأس الرياضية وشاشتها الذهبية وسط هذه الأجواء التنظيمية العالمية والتي يشرف عليها الاتحاد القطري برئاسة السيد خليل المهندي رئيس الاتحاد القطري ورئيس الاتحاد العربي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي. إذن 5-2 والإرسال بحوزة تشو، وهجوم خارج الطاولة من اللاعب ديمتري، مش في حالته خالص ديمتري، طبعا راجع من بطولة التوب 16 الأوروبية، بطولة قوية، وعلى حد علمي انه هو كان لديه إصابة. اللاعب ديمتري لكن أصر انه يحضر بطولة الدوحة لما فيها من قوة عدد نقاط وجوائز كبرى. ستمائة نقطة لصاحب المركز الأول يحصل عليها الفائز بهذه البطولة، رقم كبير وعدد كبير من النقاط. هجوم قوي من اللاعب تشو سونغ مين وتقدمه 7-4 والنتيجة 1-1 في الأشواط. مباراة قوية أعزائي المشاهدين، الحكم التونسي أكرم يدير هذا اللقاء ومعه الحكمة الإيرانية، أجواء رائعة أعزائي المشاهدين. هجوم خارج الطاولة من تشو، خمسة سبعة، وديمتري كنترول رائع. ديمتري طبعا حصل على بطولة الكونتندر المركز الأول، البطولة التي انقضت في شهر مارس الماضي، وخرج من قبل النهائي على يد هاريموتو اللي لعب معاه النهائي في بطولة الكونتندر، لكن قدر هاريموتو انه ياخذ بالثاء ويفوز بالستار كونتندر. خمسة ثمانية، ثلاث نقاط فارق، وهجوم بالباك هاند ولكن خارج الطاولة من تشو سونغ مين. اللاعب ديمتري تصنيفه 7 عالميا، يا
طبعا تايم اوت للاعب الكوري تشوسينج مين. إن شاء الله النهاردة معنا بعد هذا اللقاء خمس مباريات هنستمتع بها مع حضراتكم ما بين المباريات الفرد الرجال وفرد السيدات. إن شاء الله هيتبع هذا اللقاء مباراة للرجال. ثمانية ستة والإرسال بحوزة الكوري شو سينغ مين شيو سونغ وهجوم قوي لتشو سونغ بالفورهاند من أعلى الطاولة ما يسيطرش وما يلحقش اللاعب ديمتري أوفتشاروف الألماني. مش في حالته أبدا ديمتري مش في حالته. حتى يعني دائما بنسمع له صوت كده هو بيلعب وبيهاجم. هل خبر الإصابة خبر حقيقي؟ هجوم خارج الطاولة من تشين سونغ مين. 10-8 والجيم بوينت الجيم بوينت لصالح تشو سونغ مين. عشرة تسعة ونقطة واحدة. جميلة جدا يتألق فيها ديمتري ويهدرها بغرابة شديدة اللاعب تشو سونغ مين عشان تتعدل النتيجة وتصبح 10-10 بعد ما كان بتأخر بثلاث نقاط اللاعب ديمتري أوفتشاروف. يعني انت بتتكلم عن لاعب تصنيفه 80 على العالم. هذا اللاعب الكوري اللي أمام حضراتكم تصنيفه 80 على العالم. يتقدم وينتقل الجيم بوينت لصالح الألماني ديمتري. وهجوم بالباكهاند قوي من صاحب اليد اليسرى شو سونغ مين. تتعدل النتيجة. شوفوا بقى 1-1 في الأشواط و11 الجميع لكلا اللاعبين في الشوط الثالث. كرة رائعة ولكن حاول يحطها ستريت كده ويغير الاتجاه لكن تروح خارج الطاولة عشان يعود الجيم بوينت للكوري تشو سونغ مين. حطيتها في مكان صعب لو نزلت على الطاولة ما كانش هيلحقها أبدا لأنه راح بالرجل العكسية ما كانش هيلحق الكرة دي أبدا. ويهدر الفوز أيضا اللاعب تشو. 12 الجميع. يا لها من مباراة. التعادل ولكن زي ما بقول لحضراتكم اللاعب الكوري اللي أمامكم ده تصنيف 80 على العالم مقابل تصنيف 7 على العالم لديمتري. هل تكون مفاجأة كبرى؟ هل يستطيع اللاعب تشو سونغ مين أن يحقق المفاجأة ويفوز على المصنف 7 عالميا؟ هنشوف مع حضراتكم ونتابع من خلال المتبقي. ويهدر رد الإرسال تشو سونغ مين.
فتقدم ديمتري بالجيم بوينت. اتناشر تلتاشر والارسال ويهدر ويرد ويعيد الهدية اللاعب ديمتري. اهدر اللاعب تشو ارسال ديمتري ثم عاد واهدر ديمتري ارسال تشو عشان يبقوا متعدين في كل شيء حتى في اهدار الارسالات. 13 الجميع وديمتري والارسال. باك سبين ولكن يهدر الكنترول، مفيش سيطره في اللي بعديها. قدر يهاجم كويس جدا بالفورهاند، لاعب بيلعب بايده اليسار وحطت له الكوره في متناول ايده، كانت محتاجه تعملها ستريت افضل. يعود وينتقل الجيم بوينت للكوري تشو سونج مين. كرة رائعة جدا، يعني فيها حظ كبير وفيها كنترول رائع من ديمتري، لم يخاطر بأول كرة. شوفوا بقى الرجوع الرائع من اللاعب تشو والكنترول الهائل والتحضير وإنهاء البونت والتعادل من جديد 14-14. يا لها من مباراة شيقة وممتعة. إهدار وعدم كنترول من العالمي ديمتري أوفتشاروف. كل التوقعات والحسابات بتقول إن ديمتري بنسبة كبيرة هيكون هو بطل هذه البطولة، لكن حتى الآن بهذا الأداء هناك خطورة وهناك إنهاء للشوط الثالث. أعزائي المشاهدين، بسبن قوي من اللاعب تشو سونج مين عشان يستطيع أن يفوز ويتقدم 2-1 على البطل ديمتري أوفتشاروف. إذن أعزائي المشاهدين، قلت لحضراتكم تصنيف 80 على العالم لديه 2526 نقطة، 23 عام هذا اللاعب، لاعب أوفتشاروف تصنيفه 7 على العالم. تقدم بشكل كبير، كان قبل بطولة الكونتندر والستار كونتندر الماضية كان تصنيفه 12 على العالم، قدر يقفز 5 مراكز إلى أعلى وسط الكبار، من أفضل 10 لاعبين في العالم حتى الآن. هنشوف ونتابع مع حضراتكم إيه اللي هيحصل، هل هيستطيع النجم ديمتري العودة للتعديل أم يحقق المفاجأة الكوري تشو سونج مين ويخطف المباراة في هذا الجيم. وهجوم ناجح وحالة من الغرابة للاعب ديمتري أوفتشاروف، يعني أوفتشاروف ما بنشوفوش بيقف بالشكل ده أبدا، يقف يقفل كده بالشكل ده ما بنشوفوش احنا خالص، دائما ما يهاجم التيكر بشكل كبير. يعني أتوقع أن هناك إصابة بالفعل، واضح جدا من حركة ديمتري. ده شيء 2 وهجوم ناجح لديمتري استقبالا لهجوم اللاعب تشو، ونقطة أولى في الشوط الرابع لديمتري. 1-2 هجوم رائع وسريع بالباك هاند لهذا الصاعد تشو سونج مين صاحب 23 عام.
3-1. تايم اوت لديمتري، مأدي اداء رائع اللاعب تشو سونج مين. زي ما قلت لحضراتكم ربما تكون المفاجأة الكبرى في هذه البطولة في حالة فوز اللاعب تشو سونج مين صاحب التصنيف 80 على العالم على النجم الكبير من أفضل 10 لاعبين في العالم اللاعب ديمتري أوفتشاروف. تعليمات ونعود للقاء. شو على الإرسال؟ وهجوم وتبديل ونزلت. مش ممكن الروعة والجمال في هذه اللقطة. ازاي قدر يجيب الكرة دي اللاعب تشو سونج مين؟ يا لها من روعة، يا لها من جمال. الله الله، بدأ يصحى. توقع ديمتري رجوع الكرة، حط الكرة بثقة كبيرة لكن قدر يرجعها والله الراجل، ولكن في المكان البعيد. ديمتري ينهي ويحقق بونت هايل، و3-2. اثنين اربعة. وفليك ناجح جدا. ارسال غريب، ارسال غريب من ديمتري. مش ممكن ديمتري دائما يعني بنشوفه الحركة بتاعته سريعة جدا، بتحرك ببطء كبير. وهجوم سريع من داخل الطاولة لديمتري، عمل كرة ستريت رائعة، عفوا كروس. فاجئ بيها اللاعب تشو. خمسة ثلاثة والإرسال بحوزة الكوري تشو سونج مين. وهجوم قوي وسيطرة ضعيفة من اللاعب ديمتري. ستة ثلاثة. يعني كرة رائعة جدا، بيعتذر، كرة جت تاتش بيعتذر. سبعة ثلاثة. ثلاثة سبعة، يقترب من تحقيق كبرى المفاجآت في الستار كونتندر الدوحة 2021. هل سيسمح ديمتري بذلك؟ لا لا لا، أنا بقول من بداية ديمتري مش في حالته خالص، ده مش ديمتري أبدا أبدا، مش في حالته تماما، لا حالته البدنية ولا الذهنية. تسعة ثلاثة، نتيجة كبيرة، متأخر بشوط، خسران 2-1. شو على الإرسال؟ إرسال معاد. مش ممكن، مش ممكن على الجمال والروعة. وصدقوني أنا بأؤكد إصابة اللاعب ديمتري،
وعدم جاهزيته نهائيا بدنيا لخوض هذه البطولة. ربما حضر علشان يعني يوصل لعدد نقاط معين، إنما إصابته فعلا لا تؤهله نهائيا لأنه يعني ينافس على هذه البطولة. وزي ما شفتم حضراتكم قدر تشون يحقق المفاجأة الأولى وأقوى المفاجآت، ويفوز المصنف 80 على المصنف 7 على العالم ديمتري أوفتشاروف. إذن أعزائي المشاهدين هي أولى المفاجآت الكبرى لهذه البطولة، وفوز اللاعب تشين على ديمتري وصعوده لدور ال 32. مباراة يعني أتوقع واضح جدا لكل المتابعين لكرة الطاولة العالمية وخاصة المتابعين لديمتري أوفتشاروف، مش ممكن يكون هو ده ديمتري بلياقته البدنية وجاهزيته الفنية. وزي ما قلت لحضراتكم اني كان عندي خبر تقريبا من اسبوع انه هو عنده إصابة، وكان بيحاول يشوف هل يقدر يروح التوب 16 ام يحضر بطولة الدوحة، ولكن واضح فعلا تأثره بإصابته وعدم جاهزيته لهذه البطولة. إذن أعزائي المشاهدين احنا مكملين مع حضراتكم إن شاء الله، وهيكون معنا لقاء القادم بإذن الله هيجمع ما بين اللاعب الأمريكي جها كانك واللاعب السلفيني داركو جورجكي. إن شاء الله يكون لقاء قوي. اللاعب داركو معروف انه لاعب قوي، ان شاء الله حنسعد بهذا اللقاء مع حضراتكم. اترككم قليلا ثم اعود لحضراتكم مرة اخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومعلقكم هشام نور الدين، ولقاء المرتقب في دور الاثنين وثلاثين اللي هيجمع ما بين اللاعب جيها كانك من أمريكا اللي أمام حضراتكم بتشيرت الأحمر، واللاعب السلفيني داركو جورجيك. إن شاء الله حيكون لقاء هام جدا. خلينا نقول لحضراتكم هتشوفوا بقى هجوم قوي جدا من اللاعب السلفيني داركو، لاعب قوي لديه مهارات كبيرة جدا، وصفه الاتحاد الدولي إنه لاعب العصر في سلفينيا. وإن شاء الله هنقول لحضراتكم على معلومات عن الاثنين اللعيبة بإذن الله يستفيد منهم النشء ويكون عندهم دائما طموح لأنهم يوصلوا للعالمية ويجتهدوا ويشتغلوا على نفسهم بشكل كبير. بيحكم اللقاء الحكم التونسي اللي أمام حضراتكم أكرم بن عطلة، ويساعده الحكمة المصرية لمياء عباس. إن شاء الله نتمنى أن يكون لقاء ممتع نستمتع به مع حضراتكم. اللاعب جيها كانك طبعا أمريكي، سن 21 عام، من مواليد 2000، تصنيفه 32 على العالم، لديه 4122 نقطة، من الجيل الجديد اللي قدرت أمريكا إن هو تضعه في خطتها وتعمل عليه جيدا عشان يكون من القوام الأساسي للمنتخب للمنافسة في بطولات تنس الطاولة الأمريكية والعالمية. وهو أصغر أمريكي يتنافس في دورة الألعاب الأولمبية في ريو جينيرو 2016، وهو الوحيد الذي تأهل من أمريكا لهذه البطولة. للشباب انضم للمنتخب في عام 2014 وأصبح من أفضل اللاعبين في وقت قصير جدا في أمريكا بعد فوزه بأربع ألقاب وطنية في 2016 و2019 ووصوله لأفضل ترتيب عالميا، كان الترتيب 30 عالميا عام 2019. أما اللاعب داركو أعزائي المشاهدين فوصفوا الاتحاد الدولي بأنه لاعب العصر في سلفينيا بقوة ضرباته الخلفية الباك هاند، وتطور بسرعة جدا ووصل إلى منتخب بلاده وفاز بالعديد من الألقاب المحلية. وصل داركو بمهاراته إلى قبل النهائي في بطولة التوب 16 الأوروبي عام 2000، وخسر بصعوبة أمام الأسطورة تيمو بول في المباراة النهائية، ووصل لدور ال 16 في كأس العالم عندما أحرج اللاعب الكبير نجم العالمي مالونج وأعلن عن موهبته للعالم أجمع. إذن أعزائي المشاهدين دي مقدمة عن الاثنين اللاعبة اللي هنستمتع باللقاء بيهم مع حضراتكم. أتمنى أن احنا بنكون بنوصل لحضراتكم جزء قليل للتعريف باللاعبين العالميين حتى يستفيد لاعبينا الصغار ويكون لديهم ثقافة بأبطال العالم، ويكون لديهم قدوة أيضا للصعود بمستواهم العالي. إذن لا شيء، الجميع وداركو على الإرسال. نقطة أولى للاعب الأمريكي كانك. كانك على الإرسال بعد التعادل 1-1. وهجوم بالباك هاند من اللاعب كانك. كانك على الإرسال كرة بتخدم اللاعب داركو تيجي في الشبكة. هو
هجوم رائع من الأمريكي جا كانك. ثلاثة ثلاثة. ينتقل الإرسال إلى كنك. كنك جهة وروعة قوي، بيعمل سبين باك هاند ستريت رائع جدا. يعني أمريكا بتعول على هذا اللاعب بشكل كبير. نتكلم على تصنيف 32 يقابل تصنيف 25 للاعب داركو. يعني داركو تصنيفه العالمي. آه 25 مقابل 32، يعني في سبع مراكز فرق. الأمريكي بيتقدم وداركو يهاجم بالباك هاند والفور هاند. ستة أربعة. كانك جهة على الإرسال. وهجوم بالفورهاند والباكهاند، وواضح جدا في سلاسة رهيبة عند اللاعب كانك. لاعب صغير السن أعزائي المشاهدين 21 عام، وأيضا اللاعب داركو 23 عام، يعني الفروقات بينهم بسيطة جدا، ولذلك المباراة هتكون ممتعة جدا. إرسال بيخفق فيه هدية للاعب داركو. 5-7. خمسة ثمانية. الأمريكي يتقدم. Stop. It's not allowed to put in the ball, please. Sorry. حكم بيطلب منه إنه ما ينفخش في الكورة. It's not allowed to yes and to put in the ball. No, just ask me. You can. What is allowed? Tell me one thing. What is allowed? Here. You can ask me. I'm not touching everything. Yes. You can take your towel, but just ask me. ونقاش ما بين الحكم وداركو لتحذيره بعدم نفخه في الكرة. يجب يكون أهدى من كذا. دي قوانين. خلاص خرجت عن التركيز يا داركو. خرجت نفسك عن التركيز بحوارك مع الحكم، والحكم ما حسبش عليك نقطة، مجرد إن هو ادالك تنبيه. من الحكام المميزين الحكم التونسي أكرم بن عطلة. 9-6. والإرسال بحوزة اللاعب كانك. وجيم بوينت 6-10. والإرسال بحوزة داركو، وينهي اللاعب كانك الشوط الأول لصالحه علشان يعني يحقق أول مفاجأة في هذا اللقاء. كنا متوقعين أن اللاعب داركو هيكون أقوى من كده بشكل كبير، لكن خرج نفسه بحواره مع الحكم رغم كان مجرد تنبيه.
خرج نفسه خارج التركيز، وزي ما حضراتكم شايفين هدوء اللاعب الأمريكي كانك جهة. نتيجة لجيم أول. طبعا مدربة هذا اللاعب هي والدته، المدربة السلفينية والدة اللاعب داركو اللي أمام حضراتكم. نتمنى أن احنا نشاهد لقاء قوي حماسي نستفيد منه جميعا فنيا ومهاريا وتكتيكيا في وسط هذه الأجواء الرائعة وهذا التنظيم العالمي اللي بيشرف عليه الاتحاد القطري لكرة الطاولة بقيادة المخضرم السيد خليل المهندي رئيس الاتحاد القطري والعربي ونائب الرئيس الاتحاد الأسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي. إذن الشوط الثاني أعزائي المشاهدين والإرسال للأمريكي. كانك على الإرسال. لا شيء جميع. هجوم أول لداركو ومحاولة للهجوم من كانك، لكن نقطة أولى لداركو وصفر واحد. ثلاثة لا شيء. واحد ثلاثة ومتقدم اللاعب داركو في هذه اللحظات. واحد أربعة. Stop. Jaha, don't push on the ball, please. One, four. تنبيه أيضا للاعب جهاء. Five, one. خمسة واحد. بدأ يعود. خمسة واحد إرسال معاد. ستة واحد. واحد سبعة. يعني اللاعب داركو بدأ يعود بقى وبدأ يركز. إهدار كبير لنقاط من اللاعب جهاء كانك الأمريكي. وهجوم بالباك هاند من أعلى الطاولة لكانك. اتنين سبعة. وتركيز من داركو. وهجوم خارج الطاولة من داركو. مشهور بضربات الباك هاند داركو. لكن طبعا لسه اللقاء زي ما قلنا لحضراتكم اللقاء اللي كان قبل ده المفاجأة الكبرى في هذه البطولة بخروج اللاعب ديمتري فوتشاروف على يد المصنف 80 على العالم. نقطتين متتاليتين للاعب الأمريكي جهاء. Four, eight. أربعة ثمانية.
والإرسال ينتقل للأمريكي كانك. أربعة ثمانية وكانك على الإرسال. وهجوم قوي ولكن يتفوق اللاعب داركو السلفيني اللي بالتيشيرت الأزرق اللي أمام حضراتكم من سلوفينيا. أربعة تسعة وهجوم ناجح بالباك هاند من اللاعب داركو. وجيم بوينت 10 4 ارسال معاد 10 4 وينهي بكرة قوية بالفورهاند اللاعب داركو عشان يتعادل 1-1 في الأشواط بنتيجة 11 4. إذن أعزائي المشاهدين هو التعادل ونقطة من جديد، من يفوز ويصعد لدور الستاشر. احنا بنلعب في دور الستاشر طبعا، اللي هيكسب هيدخل دور الثمانية. مباراة هامة جدا طبعا. المباريات النهاردة يعني فيها اختلاف، ما زال حتى الآن هناك مباريات بتتلعب في دور الستاشر ومباريات بتلعب في دور الاثنين وثلاثين. للسيدات بتلعب في دور الاثنين وثلاثين. وأدي التعليمات للمدرب للاعب جها كانك. خلينا نقول نشكر اللجنة المنظمة برئاسة السيد خليل المهندي رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس إدارة الدبليو تي تي، والسيد محمد عبد الله صالح نائب مدير البطولة، والسيد علي سلطان المفتاح رئيس لجنة المراسم والبروتوكول، والسيد ثاني الذراع رئيس لجنة اللجنة الإعلامية، والسيد محمد أحمد الرميحي للسكرتارية، والسيد خالد الكواري مدير المنتخبات، والسيد منير بساح المدير الفني للبطولة، والسيد زياد أبو كركي للجنة الفنية والملاعب، والملازم سلطان المسلم رئيس اللجنة الأمنية. وتقدم لداركو بسبين باك هاند. بقول لحضراتكم هو مميز جدا بضربات الباك هاند لشيء اثنين. خلاص هو كده دخل خلاص في مود المباراة. 0-2 1-2 1-2 كرة خدعته. جهة كانك على الإرسال. كان قبل هذا اللقاء بلقائين مباراة نجمتنا المصرية دينا مشرف اللي القرعة يعني وقعتها مع اللاعبة الكورية وخسرت منها 3-0. بنقول هارد لك لدينا، إن شاء الله القادم يكون أفضل. 3-3 والتعادل. ويعود الأمريكي جها كانك للمباراة. تعادل 1-1 في الأشواط و 3-3 في الشوط الثالث. هذه والدة اللاعب داركو ومدربته. إرسال معاد. يحكم اللقاء الحكم الدولي أكرم بن عطلة من تونس والحكمة الدولية لمياء عباس من مصر. كل التوفيق للحكام العرب. 3 4
لدينا حكام عالميين دوليين بشكل كبير لهم شخصيتهم ولديهم خبرات كبيرة. ثلاثة أربعة وادي الهجوم بالباكهاند يتبعه قذيفة بالفورهاند ستريت ما يقدرش يلحقها اللاعب جاكانك. داركو على الإرسال خمسة ثلاثة ملك الباكهاند اللاعب داركو قوي جدا مشهور بضربات الباكهاند وصفه الاتحاد الدولي بأن ضرباته للباكهاند قوية جدا وسريعة جدا بيصل سرعتها إلى 200 كيلو في الساعة سرعة الضربة الباكهاند للاعب داركو. إخفاق في رد الكرة من اللاعب كانك الأمريكي صاحب التيشيرت الأحمر وأربعة سبعة وامتلاكه للإرسال. الله الله على ضربات الباكهاند والتبادل وتغيير الاتجاهات من اللاعب داركو والبساطة والسلاسة من اللاعب كانك الأمريكي. مباراة جميلة للاعبين صغيرين في السن 23 سنة و 21 سنة. شوفوا بقى يعني لسه سنهم صغير ولكن موهبتهم كبيرة كل واحد بيمثل بلده أساسي في منتخبه. وادي تبادل الضربات والهجوم ولكن السيطرة والهيمنة للسلفيني داركو. أقول لحضراتكم اللاعب داركو الاتحاد الدولي وصفه بأنه هو لاعب العصر لسلفينيا. وما زال الجيم بوينت بحوزة اللاعب داركو. داركو جورجيك الله الله على التغيير الله على نهاية الشوط بكرة جميلة جدا واحدة على الباكهاند ثم الثانية سريعة في المكان البعيد عشان ينهي الشوط لصالحه اللاعب داركو بنتيجة 11-9 11-4 عفوا. يا سلام على التركيز 2-1 متقدم اللاعب داركو قدر يعود. شوفوا النتيجة خسر 11-6 وفاز 11-6 ثم فاز في هذا الشوط 11-5. لكن عجبني جدا الستايل للاعب جهاء كانك الأمريكي اللي بالتيشيرت الأحمر عجبني قوي قوي الهدوء اللي موجود ومرسوم على وجهه بيلعب بثقة كبيرة جدا مش هايب الموقف بيلعب على طاولة واحد أمام الكاميرات. طبعا احنا البطولة فيها أربع طاولات بيقام عليهم البطولة اللي أمام حضراتكم دي الطاولة الرئيسية طاولة رقم واحد ومن الخلف طاولة رقم اثنين وثلاثة وأربعة طاولة ثلاثة. طبعا ده تنويه يعني ومعلومة يعرفها متابعين تنس الطاولة طاولة ثلاثة وأربعة اثنين وثلاثة وأربعة دائما بيكون النقل من خلال الاتحاد الدولي من قناة الدبليو تي تي. إذن هنعود للشوط الرابع ونقطة أولى لداركو اللي متقدم 2-1 في الأشواط وبدأ
يسيطر على زمام اللقاء بضربات الباكهاند والفورهاند بمهارات عالية جدا اللاعب داركو. الله الله على تغيير الريست يا جماله يا جماله. شوف تغيير الريست، الأول حط الكرة بالفورهاند عمل عليها كنترول وغير بروعة الجمال بريستو. مفيش أجمل من كده يا ابني، مفيش أروع من كده. تغيير وحط في مكان مش ممكن يقدر يلحقها، خلاص كانك خلاص. باك سبين ولكن خارج الطاولة من داركو. 2-1. قوي جدا في ضربات الباك هاند هذا اللاعب. 1-3. ينتقل الإرسال لجهاكانك. تغيير اتجاه المرة دي ولكن خارج الطاولة المرة دي. حاول يعملها مرة تانية ولكن لم تفلح، لم تفلح في هذه المرة يا داركو. 2-3 والإرسال لكنك. إرسال معاد. شوف دائما الارسال، دائما بنقول للاعبينا العب الارسال دائما على اول الطاوله علشان بيدي لك مسافه اكتر، مسافه امنه، بيكون سيفتي اكتر. لما الارسال بيعمل الباندس بتاعه، النطه بتاعه الارسال بتكون في نص الطاوله، بيكون في خطوره كبيره على خروج الكره اما في الشبكه او خارج الطاوله. فدائما نقول للاعبينا ارسالك يكون على اول الطاوله، على بدايه الطاوله اللي هم ال 20 سنتي او 30 سنتي الاولى من الطاوله. هجوم ناجح لداركو. باك سبين ينهي بيه النقطة بعيدة عن متناوله، بيغير ريست يده بروعة بروعة مش ممكن. متمكن جدا في ضربات الباك هاند هذا اللاعب، وده اللي خلى الاتحاد الدولي يصفه بأنه هو لديه ضربات قوية للباك هاند بتصل سرعتها إلى 200 كيلو في الساعة. إرسال معاد. 5-2. وهجوم ناجح للاعب كانك الأمريكي. خمسة ثلاثة. الإرسال بحوزة كانك. 3-5. متأخر بشوط اللاعب الأمريكي كانك. وإخفاق في سبين الباك هاند. وهذه تايم أوت فعلا، لأنه خلاص الحالة النفسية عنده نزلت. متأخر بشوط ومتأخر بثلاث نقاط، تايم أوت مستحق. يحتاج إلى أن يحارب من أجل الوصول، ولكن اللاعب داركو قدر يدخل في اللقاء بشكل كبير وسيطر على زمام المباراة بهجماته القوية وضرباته العنيفة بالباكهاند والفورهاند. ما زال التايم اوت والتعليمات من مدرب اللاعب كانك جيها. كان هناك لفتة طيبة أمس للاتحاد القطري، كان تكريم لاعبيه الناشئين سلطان الكواري واللاعب رواد وأكرم واللاعب أحمد القرني.
مجموعة قوية. وعبد العزيز عباد النجم الصاعد ابن الكابتن ناصر عباد نجم منتخب قطر السابق، شخصية خلوقة. نعود للقاء مرة أخرى. حققوا نتائج هائلة هذا الجيل في الفترة السابقة، سواء في البطولة العربية أو البطولات الدولية اللي أقيمت في تونس مؤخرا. يتقدم اللاعب داركو بأربع نقاط ويسيطر على زمام المباراة. وما زال مستمر في السيطرة اللاعب داركو بإهدار اللاعب كانك لضربة السبين. متقدم لشوط حضراتكم. طبعا بتقام المباريات حتى السيمي فاينل بنظام البيست اوف فايف، من يفوز بثلاث لقاءات، ثم من السيمي فاينل هيكون بيست اوف 7. بنذكر نفسنا ونذكر حضراتكم. والماتش بوينت اعزائي المشاهدين للاعب داركو جورجيك السلفيني، وبالفعل ينهي داركو اللقاء لصالحه بنتيجة 3-1 علشان يصعد لدور الثمانية. بنقول مبروك لداركو الملك ضربات الباكهاند القوي جدا، وبنقول هارد لق للصاعد الواعد لمنتخب الأمريكي جها كانك. كان لقاء ممتع لاثنين شابين، 21 عام اللاعب كانك و23 عام اللاعب داركو السلفيني. اذا اعزائي المشاهدين ان شاء الله مستمرين مع حضراتكم في النقل والتعليق والوصف التفصيلي للقاءات اليوم. قلنا لحضراتكم معانا ان شاء الله اربع لقاءات بعد هذا اللقاء. ان شاء الله نتمنى ان انتم تسعدوا معانا عبر شاشات قناة الكاسر الرياضية والاستوديو التحليلي الرائع للكابتن ساني الزراع والكابتن سليم محمد والمذيع اللامع الكابتن سهيل بن عمر. إذن أعزائي المشاهدين أترككم قليلا ثم أعود إليكم، فإلى الملتقى. Thank you.
in singles, world rank 82. Please welcome the women's singles, world rank 41 from Thailand, Sudhasini Sawitapat. And now, let's welcome the women's singles, world rank 117 from Hong Kong, Angie Wing Nam. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى ومعلقكم هشام نور الدين، والمباراة الثالثة اللي هننقلها لحضراتكم أو الثانية. طبعا كان في عندنا مباراة قبل المباراة دي، الحكمة المصرية لمياء عباس حكمة الدولية ستدير هذا اللقاء. اللقاء ان شاء الله اللي امام حضراتكم هيجمع ما بين اللاعبة التايلاندية سوساسيني واللاعبة هونغ كونغ اللاعبة إنجي وانغ نام. اللاعبة سوساسيني 26 عام، مصنفة 41 عالميا، اما اللاعبة إنجي وانغ المصنفة 117 عالميا اللي امام حضراتكم بزيها الاحمر. هل يكون هناك تحقيق للمفاجأة للاعبة الهونغ كونغ؟ يعني هل التصنيف هيكون له دور النهارده في اللقاء؟ هنشوف ونتابع مع حضراتكم مجريات هذا اللقاء. إذن أعزائي المشاهدين، التعرف على الراكت المضرب، بيشوفوا بقى عندنا هل لاعبة تايلاند بتلعب هجوم ولا عندها جلدة دفاع، هنشوف ونتابع. لكن خليني أقول بعض المعلومات عن هذه اللاعبة اللي أمام حضراتكم على الشاشة بتيشيرتها الأزرق. سوساسيني ولدت في مدينة رانونغ بتايلاند، ولعبت تنس الطاولة هي عمرها 6 سنين، وظهرت ولمعت في تايلاند بعد فوزها على اللي فازت بالجائزة والميدالية الأولمبية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا عام 2015، وتوجت بطلة في سنغافورة، وتألقت في نسختين 2017 و2019 بفوزها بلقب الزوجي المختلط وزوجي السيدات مع زميلتها أوروان. طبعا كانت في بطولة تايلاند المفتوحة عام 2018، ولها أخت صغيرة أيضا بتمارس تنس الطاولة ولاعبة في منتخب تايلاند. ومن المفارقات هذه اللاعبة اللي أمام حضراتكم هي شرطية، تعمل شرطية في تايلاند. إذن هنشوف ونتابع مع حضراتكم المصنفة 117 على العالم، لديها 100,905 نقطة. فازت أمس على اللاعبة الفرنسية بولين بنتيجة 3-2 في لقاء كان قوي جدا ورائع. يعني بنحاول نجيب لحضراتكم بعض المعلومات اللي بتكون متاحة لنا علشان تقدر كل المتابعين يستفيدوا من هذه البطولات اللي بنشكر عليها الاتحاد القطري بقيادة السيد خليل المهندي، اللي دائما يسعى لوضع قطر العربية على الخريطة الدولية والعالمية لكرة تنس الطاولة. هنبدأ اللقاء مع حضراتكم والإرسال بحوزة التايلاندية سوساسيني. ولا شيء جميع. ارسال معاد،
كابتن لمياء عباس الحكمة المصرية الدولية. ونقطة أولى للتايلاندية صاحبة الـ 26 عام سوساسيني. 1-0. طبعا كده خلاص تأكدنا ان اللاعبة سوساسيني بتلعب بجلد سريع ما بتلعبش دفنس، وايضا لاعبة هونغ كونغ إنج وانغ نام. واحد اثنين والارسال بحوزة إنجي. إنجي وانغ على الارسال. اثنين اثنين والتعادل. ينتقل الارسال بحوزة اللاعبة التايلاندية سوساسيني. سويتا بوت، سوساسيني سويتا بوت، يعني الاسم عايز ايه؟ عايز قطر يشده. اثنين ثلاثة. هل تفعلها المصنفة 117 وتحقق مفاجأة؟ أدت لقاء رائع أمس أمام اللاعبة الفرنسية بولين. هذه اللاعبة لهونغ كونغ بالتيشيرت الأحمر لأمام حضراتكم، كانت متأخرة 2-1 وقدرت تتعادل وتخطف اللقاء وتصعد لهذه المباراة. دور ال 16 اللي أمام حضراتكم. تبادل ضربات والتايلاندية تتفوق في هذه اللحظات 4-3. وما زال التقدم مستمر للتايلاندية بعد إهدار اللاعبة هونغ كونغ إن جي وانغ. عملت فليك ولكن جيب الشبكة وخرج برا. قصيرة القامة يمكن ما ساعدهاش طولها على وصولها بشكل جيد للكرة، ولكن هي لديها سرعة في الأداء من داخل الطاولة هذه اللاعبة. أربعة خمسة، خمسة أربعة، والتايلاندية على الإرسال. وتبادل ضربات بالباك هاند، ولكن القوة لصالح اللاعبة هونغ كونغ إنجي وانغ. خمسة خمسة والتعادل. وإرسال هدية للاعبة تايلاند من إنج وانغ. 5-6. سبعة خمسة والإرسال للتايلاندية سوساسيني. ستة وعشرين عام اللاعبة سوساسيني. هجوم بالفورهاند لكن خارج الطاولة. سبعة ستة. قلت لحضراتكم النهاردة لاعبتنا المصرية دينا مشرف لعبت اللقاء وخسرت من اللاعبة الكورية 3-0، ولكن كانت مأدية لقاء هايل جدا والنتيجة كانت قريبة بشكل جيد، ولكن ما كانش فيه توفيق.
هجوم رائع بالباكهاند لسوسازيني لاعب تايلاند. قابلت التوب سبين كده بروعة بلوك قوي. كرة جميلة جدا وهجوم رائع ورد الهجوم بهجوم من التايلاندية سوساسيني تعلن عن قوتها وتفوقها في هذه اللقطة. تسعة سبعة والإرسال تايلاندي وإرسال ناجح تخفق في رده إنجوانغ. الجيم بوينت جيم بوينت أول لسوساسيني والإرسال إرسال معاد وينتهي الشوط الأول بنتيجة 11-7 لصالح اللاعبة سوساسيني التايلاندية عشان تتقدم 1-0. وهذه التعليمات والتوجيهات لمدربتها. الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. إنجي وانغ على الإرسال لا شيء الجميع. ونقطة أولى لاعبة هونغ كونغ 1-0. إنجي وانغ عملت فليك رائع كده من داخل الطاولة المرة دي. كرة عالية زيادة وإهدار للإرسال من لاعب تايلاند. هجوم رائع جدا لسوساسيني. شوفوا بقى عملت الإرسال هجمة التوب سبين اللي أتبعه يعني بيسماش رائع كده من أعلى الطاولة. كرة جميلة جدا من لاعب تايلاند. نقول لحضراتكم بتشتغل شرطية في بلدها، تشتغل في الشرطة يعني شخصية قوية. وادي التقدم بعد ما كانت متأخرة بنقطتين أخذت 3 نقاط متتالية وتقدمت 3-2 يعني متمكنة من ضربات الباكهاند بشكل رائع. بتاخد كده 2/3 الطاولة بالباكهاند وضرباتها بالباكهاند قوية. احنا لسه بنقول قوية لكن ما حسدناكيش اكيد يعني. 3-3 وتعادل ومتقدمة بشوط. يعني اجواء رائعة جدا. كنت بقول لحضراتكم يمكن في بداية التجهيزات لهذه البطولة كنا متواجدين مع فريق العمل داخل هذا الملعب الرائع صالة الوسيل. كل شخص عارف دوره كويس جدا بيعمل ايه وسيستم شغال بدون اي مشاكل. كل واحد عارف دوره وكل واحد بيشتغل وهو مبسوط وسعيد. علشان كده بتشوفوا المظهر الرائع اللي امام الكاميرات اللي امام حضراتكم. فكل الشكر والتقدير
للاتحاد القطري لكرة الطاولة. أربعة أربعة. والإرسال بحوزة إن جي وونغ. كرة رائعة جدا غيرت من الباكهاند للفورهاند، ما عرفتش تسيطر اللاعبة إن جي وونغ وتقدم بنقطة للتايلاندية 4 5. وتغيير اتجاه رائع جدا، باك سبين ستريت رائع برضو ما تلحقش اللاعبة إن جي وونغ. ينتقل الإرسال للتايلاندية سوساسيني وإهدار لضربة الفورهان 6 5. سوساسيني على الإرسال وكرة بتهدرها بضربة الباكهاند، عملت توب سبين لكن ما سيطرتش عليه، عاملة سبين انت فيه دوران عالي، رجع لك السبين وعليه شوية زيادة، ما قدرتش هي الدوران بشكل جيد. ستة ستة وتعادل. والإرسال إن جي وونغ، تبادل ضربات ولكن الفورهاند تقضي وتتقدم من جديد التايلاندية سوساسيني. سوساسيني سويتا بوت 26 عام مصنفة 41 على العالم. كرة رائعة جدا تتألق فيها اللاعبة إن جي وونغ لاعبة هونغ كونغ في هذه اللحظات. كان هجومها ناجح، غيرت اتجاه الهجوم، مهم جدا انك تحرك اللاعب تخليه يتحرك من مكانه ما يلعبش من الثبات. سبعة سبعة والتعادل. والإرسال تايلاندي ينتقل إلى لاعبة هونغ كونغ إن جي وونغ. تمانية تمانية. هل تتعادل لاعبة هونغ كونغ 29 عام؟ تصنيفها 117. 8 8 وادي التركيز وتوب سبين خارج الطاوله من إن جي وونغ. تسعة تمانية. تمانية تسعة. والإرسال لإن جي وونغ، كرة سهلة علقت الكرة كده لكن مين جاهزة بالباك هاند وعلى طول سريع، ليه علق فضت الكرة وعلقتها لكن توقعت بشكل هايل اللاعبة سوساسيني وأرسلت قذيفة أنهت على النقطة ووصلت للجيم بوينت الثاني في هذا اللقاء لصالحها وامتلاكها للإرسال. هجوم قوي تنهي به اللاعبة سوساسيني الشوط الثاني لصالحها وتتقدم 2 لشيء في هذا اللقاء دور ال16. من يصعد لدور الثمانية
في بطولة الستار كونتندر والمقامة في الدوحة من الفترة من 20 لـ25 على قاعة الوسيل كبرى القاعات الرياضية اللي انشئت في 2015 واستقبلت كأس العالم لكرة اليد. صرح رياضي كبير إن شاء الله. يتبع هذا اللقاء لقاء إن شاء الله حيكون قوي. اللاعب أندري جاسينا الكرواتي واللاعب الكوري تشو سونغ سو حيكون لقاء قوي. لاعب كرواتيا أندريا لاعب قوي لديه بنيان قوي ولديه ضربات فورهاند وباكهاند قوية جدا. لشيء جميع الشوط الثالث والإرسال تايلاندي ونقطة أولى وسيطرة ميدانية للاعبة التايلاندية سوسا سيني. كرة رائعة جدا وسبن قوي بالفورهاند. شوفوا بقى الضربات المتتالية. مهم جدا ان انت يكون عندك تعدد في الضربات وميكانيكية الاداء تكون دايما في جاهزية لكرة واثنين وثلاثة واربعة. واحد اثنين والارسال لانجي وانغ. كرة قوية ولكن خارج الطاولة من اللي بتعمل توب سبين بتستنى الكرة بتاعتها بتاعت التوب سبين دي لكن المرة دي اخفقت فيها. بتعمل بلوك قوي جدا سريع شبيه بالسماش اللي هي الضربة الساحقة. تركيز كبير وكنترول رائع للتايلاندية سوسا سيني 26 عام هذه اللاعبة تصنيف 41 على العالم. يعني تصنيف لاعبتنا الكبيرة دينا مشرف 35 لكن كانت غير موفقة اليوم في لقائها مع الكورية رغم أدائها الرائع. الإرسال بحوزة اللاعبة إنجي وونغ. تايم اوت لصالح لاعبة هونغ كونغ. وأدي التعليمات أمام حضراتكم. أربعة.
5-3 لصالح لاعب تايلاند. هجوم رائع جدا. ينتقل الإرسال للاعب تايلاند سوساسيني. كرة شبكة وتاتش يعني قضت عليها وتعادلت بهذه النقطة. يعني حظ مزدوج. نت وتاتش مع بعض. حاولت تجيبها لكن ما قدرتش. خمسة خمسة وإرسال معاد. إرسال معاد مرة أخرى. كابتن لمياء عباس حكم اللقاء المصرية الدولية. بتطلب حد يمسح الطاولة. طبعا الحكم المساعد هيستجيب لتنشيف الطاولة لكن دخل أحد المسؤولين عن النظافة بالصالة. ستة ستة وتعادل. متقدمة اللاعبة سوساسيني بشوطين مقابل لا شيء. والتعادل في الشوط الثالث 3-3 ستة ستة. تنجح في الإرسال اللاعبة سوساسيني. إرسال معاد. 7-6. طبعا محتاجة لتركيز كبير لاعبة هونج كونج عشان تقدر تخطف شوط. وهجوم خارج الطاولة 7-7. يعني دائما لما بتكون النتيجة كده لو قدر اللاعب ده يعني اللاعبة تاخد شوط بيديها باور كبير جدا وتركيز كبير. ثمانية سبعة. لسه بنقول. وتقدمت لاعبة هونج كونج إنجي وانغ. كرة رائعة جدا جدا وتنوع في الطربات وتوزيع وإيه مفيش أجمل من كده. شوفوا بقى فور هاند وباك هاند وستريت وكل المهارات موجودة وفي النهاية تتعدل النتيجة 8-8. يا سلام على الروعة. يا سمال يا سلام على الجمال. ثمانية ثمانية. والإرسال تايلاندي بلوك قوي ولكن خارج الطاولة. ثمانية تسعة.
9-9 وتعادل جديد. يعني الموضوع ماشي كده نقطة نقطة كده من ساعة 6-6. نجحت في الإرسال المرة دي وأخفقت اللاعبة إنجي وانج في رده. وهجوم ناجح والماتش بوينت لصالح التايلاندية سوسا سيني سويتا بوت. هو عندها ضربات الفورهاند والباكهاند رائعة جدا. وبينتهي المباراة أعزائي المشاهدين وهذا الشوط 11-9 لصالح التايلاندية عشان تفوز 3-0 في هذا اللقاء اللي يعني كان من طرف واحد قدرت تسيطر عليه فنيا بشكل كبير اللاعبة سوسا سيني لاعبة تايلاند المصنفة 41 تفوز على المصنفة 117 وتصعد لدور الثمانية. إذن أعزائي المشاهدين هي المتعة هي الإثارة هي الاستمتاع بكل المهارة من خلال بطولة الدبليو تي تي والمقامة على أرض الدوحة الستار كونتندر في نسخته الثانية. إذن أعزائي المشاهدين قليلا سنعود إليكم بمباراة أخرى فتابعونا وخليكم معنا وإلى الملتقى.
welcome the women's singles world rank 87 from Japan, Minami Ando. And now, let's welcome the women's singles world rank 82 from Korea, Shin Yubin. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومعلقكم هشام نور الدين للتعليق والوصف التوصيلي لمباراة الدبليو تي تي ستار كونتندر 2021 والمقامة بالدوحة على صالة الوسيل. مباراة السيدات أعزائي المشاهدين اللي أمام حضراتكم اللي هنتابعها الآن هتجمع ما بين اليابانية مينامي و لاعبة كوريا تشين يوبين المصنفة 82 على العالم والمصنفة 9 في الشباب، ستقابل صاحبة التصنيف 87 على العالم. طبعا اللاعبة دي يابانية، تصنيفها بعيد ولكن أدائها رائع. قدرت النهارده قبل هذا اللقاء ايضا اللاعبه تشين يوبين تفوز على اللاعبه اليابانيه بتلعب بالجلده الصد، قدرت تسيطر عليها بشكل كبير. اذا اعزائي المشاهدين، لحظات قليله ويبدا اللقاء. هذه اللاعبة مينامي اللي أمام حضراتكم تنتظر جاهزية اللاعبة تشين يوبين. خلينا نقول لحضراتكم سريعا على اللجنة المنظمة، مدير البطولة السيد خليل المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة الدبليو تي تي ورئيس الاتحاد القطري والعربي، ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي والرئيس الاتحاد الدولي، نائب رئيس الاتحاد الدولي السيد محمد عبد الله صالح نائب مدير البطوله، والسيد علي سلطان المفتاح رئيس لجنه المراسم والبروتوكول، والسيد ثاني الزراع رئيس لجنه الاعلام، والسيد محمد احمد الرميحي سكرتير البطوله ومدير الاتحاد، والسيد خالد الكواري مدير المنتخبات، والسيد منير بساح المدير الفني للبطولة، والسيد زياد أبو كركي اللجنة الفنية والملاعب، والملازم سلطان المسلم رئيس اللجنة الأمنية. مجهود كبير قايمة به اللجنة المنظمة لإظهار هذه الصورة اللي أمام حضراتكم اللي بنستمتع بيها عبر شاشات قناة الكاس الرياضية، اللي دائما ما بتحرص على نقل كل فعاليات كرة الطاولة القطرية والعالمية اللي بتقام على أرض قطر. بدأت عملية الإحماء أعزائي المشاهدين، وهذه اللاعبة تشين يوبين الوجه الصاعد لكوريا صاحبة 17 عام، لاعبة صغيرة السن أمام اللاعبة اليابانية مينامي 24 عام مصنفة 87. يعني التصنيف قريب جدا، يعني اللاعبة اليابانية متأخرة عن
لاعبة كوريا بست مراكز. لحظات أعزائي المشاهدين ويبدأ اللقاء. First game. Sheen to serve. Level. الإرسال لتشين يوبين ونقطة أولى لتشين يوبين من الإرسال. إرسالها قوي على فكرة، تلعب الإرسال بشكل جيد. 17 عام هذه اللاعبة تشين يوبين. باك سبين خارج الطاولة. بداية يعني حماسية كده. طبعا شاركت أيضا في بطولة الستار كونتندر والكونتندر اللي أقيمت في مارس الماضي بالدوحة، وخرجت من دور الثمانية. تبادل ضربات وميامي تتقدم بنقطتين فارق عن اللاعبة تشين يوبين. ميامي أندو تبادل ضربات بالباك هاند، ولكن هذه المرة تسيطر اللاعبة تشين يوبين بالباك هاند. طبعا مركبة جلدة محببة سريعة لاعبة اليابان مينامي أندو. إرسال معاد. تبادل ضربات قوي وكنترول رائع من تشين يوبين، ولكن الهجوم كان أقوى وأسرع، ما تقدرش تسيطر عليه تشين يوبين لتقدم اللاعبة مينامي. إرسال معاد وتوجيه للعب الإرسال بشكل صحيح، وتعادل 4-4 بعد إهدار ضربة الفورهاند. سبعتاشر عام اللاعبة تشين يوبين. أربعة خمسة وما زال التقدم لليابانية مينامي أندو، والإرسال بحوزة تشين يوبين. كرة قوية وضربات باكهاند قوية من تشين يوبين في هذه اللحظات. عدم السيطرة من اللاعبة اليابانية مينامي. 5-5 وتعادل. لسه الشخصيات ما ظهرتش لكلا اللاعبتين. الشخصية القوية بتظهر وتبان. مين هيقدر يسيطر؟ مين هيقدر يتحكم؟ حتى الآن المستوى واحد والتعادل هو سيد الموقف. تعادل 6-6 زي ما حضراتكم شايفين. نقطة نقطة. الإرسال كوري تشين يوبين على الإرسال. سبعة ستة وتقدم كوري. الله عليكي، شوفوا بقى عملت البلوك بشكل رائع في المكان البعيد.
سيطرة جيدة من تشين وتقدم بنقطتين في هذه اللحظات. مهم جدا انك تركز في نهاية الشوط. سرعة في الأداء من اليابانية مينامي أندو ونقطة فارق. سبعة ثمانية. هجوم قوي ولكن خارج الطاولة من أندو. تسعة سبعة. ينتقل الإرسال لتشين يوبين الكورية. وهجوم ناجح للاعبة اليابانية أندو. تسعة ثمانية. تشين على الإرسال. كرة جميلة جدا وتنوع في الضربات للفورهاند والباكهاند من اللاعبة اليابانية مينامي أندو. مهم ان يكون في استمرارية على ضربة الجلدة دي لانها بتغير الاتجاهات في بعض الاوقات. وتسعة عشرة وجيم بوينت اول لصالح تشين يوبين. تسعة عشرة ومينامي على الإرسال وفعلا تنهي تشين يوبين الكورية الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-9 عشان تتقدم واحد لشيء في بداية هذا اللقاء. بطولة الستار كونتندر في نسختها الثانية 2021 والمقامة بالدوحة على صالة الوسيل. هذه اللاعبة بتعدها كوريا بشكل كبير. ظهرت بشكل رائع في بطولة الكونتندر والستار كونتندر وصعدت لمنصات التتويج من خلال الزوجي المختلط. لعبت مختلط مع اللاعب الكوري لي سانغ سو. وادي التعليمات بقى للمدرب الياباني للاعبه مينامي أندو. هنبدا مع حضراتكم الشوط الثاني. هنشوف بقى هل تعليمات المدرب لليابانية ان يكون عندك كنترول اكتر من كده وانك تبدأ دايما بالهجوم. ونقطة اولى طبعا بتسيطر بشكل جيد في بداية الشوط. لم تفلح هذه المرة وتسيطر اللاعبة تشين يوبين على هذه النقطة بشكل رائع. إرسال معاد وبيقول لها الحكم ارفعي الإرسال لأعلى ما يكونش جانبي. وهجوم ناجح لتشين يوبين ومحاولة للسيطرة من اللاعبة مينامي ولكن خارج الملعب. الإرسال كوري وتعادل 2-2. اثنين اثنين وتعادل.
2 3 3 3 وتعادل. إرسال كوري وإهدار لضربة الفورهاند بغرابة شديدة بتغلط فيها كتير جدا اللاعبة مينامي. هلا إنها بتلف المضرب، هي ما بتستخدمش دورانات بشكل كبير، بتستخدم السماش. يعني يمكن لو الكاميرا قربت على المضرب بتاعها هنلاحظ ونشوف ايه، هل هي بتلعب، لكن الجلده الحمراء واضح انها سريعه. يعني أربعة خمسة إرسال معاد يجي في الشبكة يعاد وهجوم خارج الطاولة من اللاعبة مينامي. مينامي أندو اليابانية 24 عام، تصنيف 87 عالميا. 6-4 واتشين على الإرسال. يعني بدأت تعمل كنترول بشكل كبير، ويعني بتستنى الكرة السهلة وتبدأ تهاجم بقوة اللاعبة تشين يوبين، في حين لقت خلاص انها بتهدر بشكل كبير، بتضيع ضربات الفورهاند. يعني بدأت تغير لها الضربات، بتدي اثنين باك هاند وتغير على الفورهاند، والثانية بتضيع طبعا. كنترول رائع وكرة جميلة جدا ومحاولة من اليابانية لتقليل الفارق، وتفلح في هذه المرة. عملت ضربتين ثلاثة فورهاند بشكل جيد، ولكن واضح انها ما بتستخدمش الدورانات. كل ضرباتها زي ما حضراتكم شايفين فلات بول. ضربات فاضية. هجوم بالباك هاند لكن خارج الطاولة من تشين يوبين. 8-6 ينتقل الإرسال لتشين يوبين الكورية المصنفة 82 على العالم، صاحبة 17 عام، أصغر لاعبة في البطولة. تبادل ضربات بالباك هاند رائع وتنويع وتوزيع، ولكن تنجح اللاعبة تشين يوبين في اقتناص النقطة ورفع النقاط والفارق إلى 3 نقاط. 9-6 والإرسال. ستة عشر والجيم بوينت كوري أيضا في هذا الشوط، متقدمة 1-0 اللاعبة تشين يوبين. يعني هتبقى كده النهاردة حطمت اليابان، فازت على 2 لعيبة من اليابانيين في حالة فوزها بهذا اللقاء. بقول لحضراتكم اللعيبة دي بيعتمد عليها الكوريين بشكل كبير كقوة أساسية وقوة ضاربة لكوريا للجيل الجديد. وبينتهي أعزائي المشاهدين الشوط الثاني 11-6 لصالح اللاعبة الكورية تشين يوبين عشان تتقدم 2-0 في بطولة هي الأجمل هي الأروع، بطولة الستار كونتندر. قلنا لحضراتكم
استضافت قطر هذه البطولة في مارس الماضي وسبقتها ببطولة الكونتندر وأتبعت الستار كونتندر بالتصفيات العالمية المؤهلة لطوكيو ثم أتبعتها أيضا بالتصفيات الأسيوية الأولمبية ثم استضافت الدوحة في هذا الشهر هذه البطولة القوية وأيضا سيتبعها إن شاء الله بداية من 28 الشهر الجاري بطولة آسيا لتنس الطاولة بطولة هي الأقوى إن شاء الله تستمتعوا بها معنا عبر شاشات قناة الكاس الرياضية اللي دائما ما دائما بتنقل لنا وتبسلنا المباريات واللقاءات الهامة لكرة الطاولة شوطين مقابل لا شيء لصالح الكورية تشين يوبين والشوط الثالث والإرسال كوري أيضا ولا شيء الجميع هجوم خارج الطاولة من اللاعبة مينامي مينامي أندو تهدر الضربة الأولى دايما النقطة الأولى دي مهمة جدا يجب أن اللاعب دايما يركز عليها لأنها بتدي له باور جيد جدا في استكمال اللقاء كل الضربات فلات للاعبة اليابانية مينامي أندو ما بتستخدمش الدورانات خالص يعني السبنات ما بتستخدمش السبنات خالص كل لعبها من أعلى الطاولة بتستخدم الكات والجلدة السريعة والفلات بول بالفورهاند تايم أوت لصالح اللاعبة اليابانية بعد تأخرها بثلاث نقاط وسيطرت الكورية تشين يوبين على مجريات اللقاء دورانات وبتجبرها على ان هي بس تعمل بلوكات او انها تهاجم بالجلدة السريعة اللي ما عندهاش استمرارية كبيرة بيها وما عندهاش كنترول كبير او خلينا نقول ان جاهزية اللاعبة تشين يوبين هي اللي مخليها مش عارفة تسيطر على الضربات وتنهيها بالطريقة المثلى لكن لقاء رائع وممتع وتبقى عندنا إن شاء الله أكثر من لقاء في لقاء اللاعب الكرواتي أندري جاسينا واللاعب تشو سونغ سو الكوري هيكون لقاء قوي وأيضا في هناك لقاء للاعب لي سونغ سو الكوري طبعا ده المصنف الأول في كوريا حاليا واللاعب تشونغ شيا من الصين تايبي اللاعب المخضرم الكبير صاحب الأربعين عام والمصنف 27 على العالم مقابل تصنيف 22 على العالم هتكون مباراة يعني خلينا نقول هي الأقوى هذه المباراة هي الأقوى نعود للقاء واربعة واحد وإرسال معاد هجوم قوي ولكن خارج الطاولة من تشين يوبين 2-4 ينتقل الإرسال لمينامي أندو ثلاثة أربعة يعني قربت خدت نقطتين متتاليتين أربعة أربعة وتعادل
في هذه اللحظة. شوف بقى التركيز على وجه اليابانية مينامي، ولكن الاستقبال خاطئ. إرسال أندر سبين من تشين يوبين. أربعة ستة، تعود للتقدم مرة أخرى تشين يوبين الكورية. مينامي على الإرسال وأربعة ستة. ونقطة بعد إهدار ضربة الباكهاند من تشين يوبين، ومحاولات من مينامي أندو للدخول في اللقاء، وإرسال قوي في هذه اللقطة، إرسال سريع مفاجئ لم تسيطر عليه اللاعبة تشين يوبين، وتعادل 6-6 بعد تأخر بفارق 3 نقاط. محاولات مستحقة للاعبة مينامي أندو. يعني ما بنشوفش الكلام ده كتير مع السيدات، لكن نجحت اللاعبة اليابانية صاحبة الطلقات في إنجاح هذه النقطة لصالحها، ونقطة أخرى وتقدم بفارق نقطتين. يعني الجيم مختلف. هنشوف بقى هل هتقدر انها تخطف الشوط ده. وبالفعل الارسال مختلف تماما، خدت الارسال كده على تحت، اندر سبين لتحت. وجيم بوينت اول لليابانية مينامي أندو، يعني كسرت به السيطرة الكورية. نقطة زيادة كده، يا ترى هتخلص ولا مش هتخلص اللاعبة اليابانية. هناك إصرار على هذا الشوط، وبالفعل تنهي الشوط لصالحها عشان تصبح النتيجة 2-1. ونكمل مع حضراتكم ونستمتع بهذا اللقاء. يعني لقاء جيد وأداء رائع من اللاعبة الكورية، وظهرت اللاعبة اليابانية في هذا الشوط الأخير بمظهر مختلف، غيرت في أسلوب لعبها، غيرت في أسلوب إرسالاتها، بدأت تحاول أنها تحافظ على الضربات بتاعتها. يعني أتوقع أن مدربها قال حاولي أن تكون الكرة على الطاولة أكبر وقت ممكن. وكانت النقطة اللي أمام حضراتكم هي النقطة المضيئة في هذا اللقاء من رالي لضربات اللوب والضربات الساحقة. هذه التوجيهات بقى اللي حضراتكم شايفينها. هنبدأ مع حضراتكم الشوط الرابع، وأندو على الإرسال، وضربة ساحقة أولى لصالح أندو.
love two. لا شيء اثنين. اليابانية تعود للتقدم. love three. ولا شيء ثلاثة. يا ترى ايه اللي حصل للكورية؟ هل كان قالت لنفسها خلاص المباراة خلصت وبدأ تركيزها يقل، ولا اللاعبة اليابانية بدأت تغير من اسلوب لعبها، اللعب بتاعها من التكتيك للكنترول والسيطرة على الكرة اكبر فترة ممكنة على الطاولة. هو ده اللي شايفينه دلوقتي، بدأ فعلا التكتيك بتاعها يختلف، بدأت تحط الكرة على الطاولة بشكل اكبر. شيء جميل ان يكون اللاعب لديه اكثر من اوبشن للهجوم ولتغيير تكتيك المباراه، ما يكونش عندك اسلوب واحد بتلعب بيه. لازم يجب ان يكون هناك حلول كثيره للاعب، وده اللي احنا شايفينه. اللاعبه خسرانه اثنين، اخذت جيم بتغيير اسلوب لعبها ومتقدمة في هذا الشوط 5-1. واحد خمسة والإرسال لدى تشين يوبين. واحد ستة متقدمة بشكل كبير اللاعبة مينامي أندو. وباك رائع جدا من اللاعبة تشين يوبين، ستريت رائع، ما تلحقش ولا تسيطر عليه أبدا ولا تحركت أصلا اللاعبة أندو. 6-2 وكرة قوية جدا، خلاص بدأت تغير، بدأت تسرع من إرسالاتها تجبر اللاعبة تشين يوبين على أنها ترجع الكرة كات وتفاجئها بالجلدة المحببة السريعة بطلقة قوية تقضي على النقطة لصالح. 2-8 6 نقاط فارق، يعني ما حصلتش في الجيمين اللي انت كسبتوهم يا تشين يوبين، ما فرقتيش خالص بهذا الرقم. 2-9 وسيطرة كبيرة ومفاجأة كبرى، وآدي المدرب قاعد في حالة ذهول، إيه اللي حصل؟ كنا متقدمين 2-0 وبادئين الجيم الثالث بشكل جيد. 9-3 بالفعل هي محتاجة لإرسالات طويلة وسريعة على الجلدة المحببة وتكون جاهزة للهجوم وتبعد تماما عن أي كرة تاخد ارتفاع، لأن طبعا بتستقبلها من أعلى الطاولة بهجوم قوي وبتسبب مشاكل طبعا لصالح تشين يوبين. هجوم خارج الطاولة من تشين يوبين، اللي الإرسالات في الشوطين الأخرى دول عملوا لهم أزمة كبيرة، ضيعت إرسالات كتير جدا، واللي ما ضيعتوش رجعته بشكل خاطئ. 4-10 والجيم بوينت ياباني لأندو مينامي. وتنهي الشوط لصالحها اللاعبة أندو مينامي اليابانية عشان تعدل النتيجة 2-2. ونستمتع بقى بشوط فاصل ونشوف بقى شغل المدربين وتغيير التكتيك، ايه اللي هيحصل، مين هتصعد لدور الثمانية، هنشوف مع حضراتكم ونتابع. لكن اللقاء ممتع جدا، حماسي جدا، وهو ده اللي احنا عايزينه، عايزين نستمتع بالمهارات وباختلاف الاسلوب.
وهذه التوجيهات اللي امام حضراتكم. وادي التعليمات اعزائي المشاهدين. خلاص شوط فاصل، لازم ينتهي اللقاء بفوز احدى الفتاتين. Last game. Chin to serve. Lavo. Chin على الإرسال. قلت لحضراتكم تشين ترتيب 8 82 على العالم. وادي تبادل الضربات، وادي الكنترول. ادي الكنترول. المدرب بقى لازم نحط الكرة أكبر فترة ممكنة على الطاولة. الأول كانت بتستخدم قوة مفرطة، كانش فيه سيطرة خالص على الكورة، كله برا. وادي الإرسال الطويل زي ما قلنا لحضراتكم، لازم إرسال طويل على الجلدة المحببة وتستنى بعد منه وتهاجم. ادي الكورة ما تعرفش تسيطر عليها من سرعتها. واحد واحد، وهجوم خارج الطاولة من إرسال أيضا سريع. 2-1 لليابانية. مينامي أندو مصنفة 87 على العالم، 24 عام. وادي نقطتين متتاليتين بتخسرهم اللاعبة تشين يوبين. 1-3 وينتقل لها الإرسال. والتفكير والتكتيك. هي عايزه الكره دي اصلا، هي مينامي عايزه الكره دي، عايزه كره السبين اللي تاخدها من اعلى الطاوله على طول بالجلده، بتروح سريعه. وادي تايم اوت. سبحان الله، متقدمه 2، يعني ممكن تخسر هذا اللقاء. يا برضو ده درس لكل لاعبين او لاعباتنا، ما تفرحش ابدا انك كسبان 2-0، انت تفرح بعد ما تكسب 11 في الجيم الثالث وتقول انا كسبت 3-0. لكن تركيزك لابد انه يكون دائما عالي ومرتفع حتى نهايه اللقاء. الثقه في النفس الزائده بتؤدي دائما الى الخساره. نعم، خليك واثق في نفسك، نعم، ولكن بالحرص، تكون دائما حريص على كل نقطة إنها تكون لصالحك. 4-1 اليابانية متقدمة، وكامباك رائع جدا، عودة من عودة الأبطال للاعبة اليابانية مينامي أندو. يعني التفكير اللي في دماغ اللاعبة تشين يوبين دلوقتي، بتقول انا ايه اللي عملته في نفسي، انا كنت كسبانة 2-0. ما زلت بقول لها يجب ان يكون الارسال سريع حتى تستطيعي الهجوم بقوة وتسيطري على الكرة. خلاص هي بتركب الكرة من فوق بالفورهاند اللاعبة مينامي، وحافظت الدوران. خلاص توب سبين، بتعمل توب سبين كده، خلاص حافظته. ودي 5-1. يا لها من مفاجأة، من مفاجآت اللقاءات اليوم، نعتبرها المفاجأة الثانية بعد مفاجأة النجم الألماني أوفتشاروف. تقدم 6-1 لليابانية. مينامي أندو وادي الهجوم، وادي السيطرة،
وادي الصحوة الكبيرة، وادي الكامباك الرائع لليابانية وتقدمها 6 نقاط فارق. واحد سبعة. الله على الروعة، الله على الجمال، الله على السرعة، مش ممكن. سرعة وتنوع، هجوم رائع جدا وصحوة غريبة في توقيت غريب لهذه اللاعبة اللي شفناها يعني في الشوط الأول والثاني، وكنا مستغربين جدا لأسلوب لعبها اللي ما بتستخدمش فيه أي دوران، كل لعبها من أعلى الطاولة فلات بول، لكن كنترولها رائع جدا جدا وصحوتها وعودتها ما فيش أجمل من كده. وادي النتيجة زي ما حضراتكم شايفين، 7 نقاط فارق في الشوط الفاصل، بل 8 نقاط. وماتش بوينت وكم باك ولا أجمل ولا أروع لليابانية مينامي أندو، ومفاجأة كبرى أيضا في هذه البطولة وفي هذا اليوم حتى الآن. ماتش بوينت لليابانية. اثنين عشرة، نتيجة كبيرة. جيم بوينت يتبع ماتش بوينت. وبالفعل أعزائي المشاهدين تحقق المفاجأة الكبرى بفوزها على اللاعبة تشين يوبين صاحبة التصنيف ال 82 على العالم، واللي كانت متقدمة عليها 2-0 وقدرت تسيطر وتعود بجيم واثنين وثلاثة وتحصد المباراة وتصعد إلى دور الثمانية في مباراة ولا أجمل ولا أروع استمتعنا بها جدا مع حضراتكم عبر شاشة قناة الكاس الرياضية. إذن أعزائي المشاهدين مستمتعين ومكملين مع حضراتكم اللقاءات المتبقية من الفترة المسائية، فأترككم قليلا ثم أعود إليكم بعد قليل واللقاء القادم، فإلى الملتقى. Please welcome the men's singles world rank 80 from Korea, Choo Seung-min. Now let's welcome the men's singles world rank 48 from Croatia, Andre Gacina. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قنوات الكاس الرياضية، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومعلقكم هشام نور الدين، والتعليق على مباريات دور الستاشر بين اللاعب تشو سونغ مين لاعب كوريا واللاعب الكرواتي أندري جاسينا. النهاردة اللاعب الكوري حقق مفاجأة كبرى بفوزه على اللاعب الألماني ديمتري أوفتشاروف وإخراجه من البطولة في مفاجأة هي الأكبر. ولكن يمكن قلنا لحضراتكم أثناء التعليق على المباراة إن اللاعب أوفتشاروف لديه إصابة وكان في احتمالية كبيرة إنه ما يشاركش في البطولة، ولكن أصر على حضوره للبطولة نظرا لارتفاع نقاط المشاركة في هذه البطولة. احتاج أنه هو يحافظ على الرانكينج بتاعه وتصنيفه السابع، في حين أن هذا اللاعب اللي أمام حضراتكم يعني تصنيفه 80 عالميا، لديه من النقاط 2526 نقطة، يواجه المصنف 48 عالميا أندري جاسينا بعدد نقاط 3202 نقطة. يعني هناك فارق في عدد النقاط وفي التصنيف. اللاعب الكوري أداؤه جيد وهجومه متوازن، يلعب بيده اليسار زي ما حضراتكم شايفين. أما اللاعب أندري من أفضل اللاعبين التي أنجبتها كرواتيا، وهو كابتن منتخب كوريا، وأول ميدالية فضية مع منتخبه كانت فضية بطولة أوروبا عام 2007، كان عمره ساعتها 21 عام، وفاز بذهبية زوجي الرجال مع اللاعب ماركوس فيرتاس لبطولة أوروبا عام 2011، وفاز أيضا بالميدالية البرونزية لبطولة أوروبا عام 2014 للفردي، وطبعا فاز أمس على لاعبنا اللاعب القطري محمد عبد الوهاب في لقاء أدى فيه محمد أداء رائع واستفاد منه أكيد من احتكاكه بهذا اللاعب القوي. إذن انتهت عملية الإحماء ونحن على موعد مع انطلاق هذه المباراة، وحكمتنا المصرية الكابتن خلينا نقول مع حضراتكم كده سريعا ان المباريات المتبقية النهاردة هيكون لسه عندنا في لقاء بعد هذا اللقاء. كابتن لمياء عباس الحكمة، الحكم العام المصرية، الحكمة الدولية. إذن الإرسال بحوزة أندريا ولا شيء جميع، وإرسال سريع يتبعه هجوم بالفورهاند من اللاعب تشو، لكن كان جاهز طبعا أندريا بهجوم أسرع. يتميز اللاعبين الكرواتيين بطول القامة وقوة البنيان. 1-1 وتعادل، والإرسال بحوزة تشو سونغ مين الكوري. هجوم قوي من تشين ولكن يهدر الضربة الثانية، وتعادل 2-2. واخد دفعة معنوية كبيرة بفوزه على النجم ديمتري أوفتشاروف الألماني. إرسال معاد، يجب أن يمر الإرسال من فوق مجموعة الشبكة كامل بدون أن أي لمس. ثلاثة اثنين،
وإرسالين بينجح فيهم اللاعب أندري يخفق في ردهم تشو سونج مين 2-4 والإرسال كوري بيرد عليه بإرسال أيضا يخفق في رده أندري نقاط مجانية كرة رائعة وهجوم يعني في مكانه ولكن ما يسيطرش بشكل جيد تشو وتخرج منه برا 3-4 5-3 ينتقل الإرسال لأندريا وهجوم بالباك هاند ستريت رائع جدا من صاحب اليد اليسرى اللاعب تشو سونج مين قلت لحضراتكم تصنيفه 80 عالميا يقابل 48 تصنيف اللاعب أندري ودي الهجوم القوي بالباك هاند والفورهاند لصالح اللاعب أندريا جاسينا دوران قوي حاول انه يرده بالباك هاند ولكن كان صعب عليه خمسة ستة من هجوم ناجح بالفورهاند يعني عمل سبين ستريت كده من اعلى الطاولة بشكل جيد وعمل قبل منه ارسال ستريت ايضا شوف من سرعة الكرة ومن سرعة الدوران ما لحقش اللاعب اندريه يرجع الكرة اندريه 35 عام مقابل 23 عام لهذا اللاعب الشاب الكوري تشو سونج مين إذن التقدم ما زال كوري ما زال كرواتي لأندريا وامتلاكه للإرسال هجوم ناجح لأندريا يعني عمل اثنين باك هاند في منتهى الروعة رغم تغييره للمكان شوفوا من منتصف الطاولة ثم من على الباك هاند يتحرك بشكل رائع كل ده بيعتمد على الفوت وورك الناجح لكن يخفق في هذه الكرة 6-8 والإرسال كوري بحوزة تشو سونج مين والضربة القوية من اللاعب أندريا ومحاولة للرد بقوة من تشو سونج مين ولكن خارج الملعب ضرباته قوية اللاعب أندريا إرسال سريع يقادعه ويفاجئه بإرسال ستريت مفاجئ حاول يسيطر لكن جت في الشبكة وخرجت برا وفليك ناجح جدا شوفوا بقى طول جسمه عمل ايه ادي بقى طول جسمه استفاد منه بشكل رائع دخل للكورة وهي قدام عينيه كورة رائعة جدا شوفوا بقى دخل ازاي سهلة جدا يعني يمكن ايده عدت الملعب الثاني بينتهي اعزائي المشاهدين الشوط الاول لصالح الكرواتي أندريا جاسينا 11-7 عشان يتقدم بشوط اول شوط اول مليء بالمهارات وبالقوه Можно на более по диагонали. Да, можно широко по диагонали. Он сразу же скрене и о, скрет.
هذه التعليمات حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين 35 عام عمر اللاعب أندريا وترتيبه 48 على العالم. مجهود كبير طبعا قايم به الاتحاد القطري في توفير راحة كبيرة لهؤلاء اللاعبين، طبعا اللاعبين جميعا والأجهزة الفنية والإدارية والحكام بنظام الفقاعة من الفندق إلى الملعب ومن الملعب إلى الفندق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة وعمل البي سي آر بشكل مستمر حفاظا على اللاعبين وعلى كل المشاركين. وادي الرالي الرائع جدا وادي التمكن للاعب الكرواتي وحصوله على نقطتين في بداية هذا الشوط. طبعا كان ليه نقطة معروفة جدا الاتحاد الدولي كان نزلها له من النقاط القوية جدا من أطول النقاط أيضا كان بدافع فيها هذا اللاعب أندريا موجودة على اليوتيوب. كان من أفضل 10 نقاط في هذا العام. أندريا وثلاثة لا شيء والإرسال وأدي إرسال مفاجئ أيضا بنفس الطريقة اللي بيلعبوا بيها اللاعب تشينسو وأدي سونج في حالة من الاستغراب. ولذلك النهاردة وإحنا بنعلق على الماتش بتاع اللاعب تشو سونج مين مع ديمتري قلت لحضراتكم ده مش مستوى ديمتري أبدا ولا حركة ديمتري. ديمتري كان واقف ما بتحركش وما بيحبش يخسر أبدا ديمتري وكنت دايما تلاقيه متنرفز وعصبي. النهاردة بيخسر وهو في منتهى الإراحية لأنه هو عارف أنه نازل مش هيكمل بسبب الإصابة ولكن نازل عشان يحصل على نقاط المشاركة في هذه البطولة بحكم أنه هو طبعا وصل لدور الـ 32 ما شاركش في التصفيات وكان باي في دور الـ 64. واحد خمسة خمسة واحد وطوب سبين قوي ولكن ما يسيطرش في الكرة الثانية أندريا. خمسة اثنين إرسال معاد كرة جميلة جدا بيهدرها بغرابة شديدة اللاعب أندريا بعد ما عمل فليك رائع وأتبعه بسبنين ثلاثة كده ورالي من الضربات الساحقة ولكن تيجي في الشبكة وتروح خارج الملعب. ثلاثة خمسة خد نقطتين ورا بعض اللاعب تشو وكرة رائعة جدا ببلوك على طريقة القطع. يا سلام يا سلام على المهارة الرائعة. أربعة خمسة ثلاث نقاط متتالية وإخفاق في رد الإرسال من أندريا والتعادل خمسة خمسة ويظهر بمستوى راقي في هذه اللحظات اللاعب تشو سونج مين 23 عام هذا اللاعب. إرسال معاد. Be sure your ball is not on the table. Be sure. Five all. Let. إرسال معاد أيضا. Five يجي في الشبكة all. ويعاد. أندريا جاسينا.
وفليك من الداخل يتبعه سبيني بالباكهاند، يقضي على النقطة لصالحه اللاعب أندريا. توزيعه رائع جدا وبنيان جسمه مساعده بشكل رائع، حركة رائعة جدا وحضور وسرعة ردة فعل هائلة للاعب أندريا. يعود للتقدم مرة أخرى بعد التعادل بنقطتين. خمسة سبعة وتشوع الإرسال. كرة جميلة جدا، يعني جاب الصعب وضيع السهل، لكن سرعة ردة الكرة كانت مباغضة جدا. شوفوا قوة سرعتها، ما كانش متوقع انها ترجع ومرجعها. ايه بقى، شوفوا القط اللي عامله جانبي، كرة جانبية، دوران جانبي مش جوران، مش اندر سبين، سايت سبين. 6 7 6 7 هجوم في الشبكة وتعادل 7 7 ادي التعادل الثاني بعد تعادل الخمسة خمسة. أندريا على الإرسال. الحكم بتوقف. علشان تنشيف الطاولة. وفي هذه الحالة مسموح لأن اللاعبين ينشفوا أيضا، ما فيش مشكلة طالما في توقف لتنشيف الطاولة، من حق اللاعب أنه ينشف، ما عندهاش مشكلة خالص. لكن طبعا لو ما فيش مية على الطاولة ما ينفعش يروح ينشف في غير الست نقاط أو كل ما يقبل القسمة على ستة. يعني تركيز عالي وإرسال معاد. وهجوم ناجح للاعب تشو سونغ مين. وتقدم أول لهذا اللاعب تشو. وتعادل جديد من إخفاق لرد الإرسال من تشو. تعادل 8-8. عمل إرسال جانبي رائع بدوران خلفي وهجوم خارج الطاولة. ويعود التقدم للكرواتي أندريا. تسعة ثمانية، ثمانية تسعة، والإرسال للكوري وهجوم خارج الطاولة وجيم بوينت جديد لصالح الكرواتي أندريا جاسينا. مؤدي أداء رائع ومركز تركيز كبير اللاعب أندريا. إرسال معاد. وباك سبين ستريت رائع جدا وسريع جدا، سرعة غير عادية لهذه الطلقة. شوفوا بقى، تابعوا، شوفوا الدوران، واخد قرار وما فيش كرة واخدة ارتفاع وسهلة. وينهي أندريا الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 11-9 عشان يتقدم 2 لشيء في هذا اللقاء الممتع والمثير. كان خلاص قرب اللاعب الكوري لكنه تقدم بشكل جيد أندريا.
وقدر ينهي الشوط لصالحه. إذن أعزائي المشاهدين، مباراة على دخول دور الثمانية. يعني ده دور الستاشر اللي أمام حضراتكم. شوف بقى التوجيهات اللي بيقولها المدرب الكوري للاعبه. اللاعب تشو سونج مين صاحب ال 23 عام المصنف 80 عالميا واللي حقق مفاجأة كبرى النهارده بفوزه على ديمتري. هو في النهاية فوز، سواء كان هذا اللاعب مصاب أو غير مصاب، في النهاية بيحسب لهذا اللاعب إنه فوز. الشوط الثالث ولا شيء الجميع، وتشين على الإرسال، أندري على الإرسال. واحد لا شيء. واحد واحد وتعادل. ينتقل الإرسال للكوري تشين سونج مين. وطوب سبين ناجح لتشو سونج مين. ما فيش سيطرة من اللاعب أندريا. 2-1. شو على الإرسال. ورالي من الضربات، ولا أجمل ولا أروع من كلا اللاعبين بمنتهى الأمانة، ولكن يتفوق ويتعملق العملاق أندريا وبيقفل الطاولة بشكل رائع جدا ويحط الكرة في مكان صعب على اللاعب تشو سونج مين عشان يحصل على نقطة التعادل. واثنين اثنين. ثلاثة اثنين ويتقدم أندريا. ستايله رائع جدا اللاعب أندريا، ولدي كل المهارات، هجوم بالفورهاند، هجوم بالباكهاند، إرسالات ودفاع من الخلف وهجوم بهجوم، يمتلك لكل المهارات وبشكل رائع. وهجوم من صاحب اليد اليسرى ولكن خارج الطاولة، محاولة لعمل التوب سبين ولكن خارج الطاولة. 2-4. والإرسال يمتلكه الكوري تشو سونج مين. اثنين خمسة. تايم اوت. وتايم اوت مستحق اكيد بيطلبه طبعا الكوري. شوفوا بقى، يعني اما يكون اللاعب مسيطر ومركز بشكل كبير رغم انه تاخر نقطتين اللاعب أندريا في بدايه الشوط، ولكن قدر يعود ويكسب خمس نقاط متتاليه. خسران اثنين وخسران بفارق ثلاث نقاط، ولكن خلاص قلنا مش ممكن في حاجة اسمها مستحيل في تنس الطاولة، ويمكن شفناه في اللقاء السابق. شفنا اللاعبة اليابانية مينامي أندو عملت ايه مع تشينيوبين، كانت متقدمة تشينيوبين اثنين لا شيء ومتقدمة في بداية الثالث، وقدرت ترجع مينامي وتاخد الثالث والرابع والخامس. كرة سهلة بيهدرها أندريا لتصبح النتيجة
خمسة ثلاثة. ليت فايف تري. ستة ثلاثة، ما زال التقدم مستمر. أربعة ستة، والإرسال للكوري شو سونج مين. عجبني قوي الفليك الباك هاند اللي بيعمله، دورانه جميل جدا. 5 6 وبدا يقرب، وهل يا ترى التايم اوت هيكون له عامل السحر؟ اندريا توقف، اخذ نقطه واحده من بعد التايم اوت، في حين ان اللاعب تشون تشو قدر ياخذ ثلاث نقاط. كره جميله، ولكن بقى فهمها خلاص وخد الكرة من أعلى بقوة. الله أكبر، شوف بقى، شوف المسافة بتاع دراعه عملت إيه، عملاق عملاق. اللاعب أندريا من أقوى لاعبي كرواتيا، قلنا لحضراتكم له تاريخ كبير هذا اللاعب. كرة رائعة جدا، سبن ستريت رائع من الخلف، ذهاب بلا عودة. خلاص هتجيب منين؟ ما انت تحركت وفتحت له الطاولة، والراجل حطها بمنتهى الإراحية والذكاء. ولكن يهدر بعدها باك سبين. ستة ثمانية، يا ترى سبعة ثمانية، بيحاول يقرب اللاعب تشو سونج مين. هجوم رائع ولكن ما بيكملش، مشكلة اللاعب ده ان ما عندوش استمرارية، هو بيستخدم القوة المفرطة ولكن ما بيستخدمش الكنترول بشكل جيد، ان تكون الكرة محطوطة على الطاولة بشكل كبير، يعني دائما ما يخطئ في الضربة الثانية او الثالثة، ما عندوش ميكانيكية الاداء مش موجودة بشكل جيد، او الاستمرارية بتاعت الكرة ما عندوش استمرارية بشكل جيد. وكرة رائعة جدا من قلب الطاولة من جوه، خلاص خدت ارتفاع مش هيغلط فيها اندريا. يا سلام على هذا اللاعب وعلى المهارات اللي بيمتعنا بيها هذا اللاعب، وادي بقى الجمال بتاع الكوره من داخل الطاوله. يختار الاماكن الفاضيه ويحط فيها الكوره. ماتش بوينت. وينتهي اللقاء بفوز اندريا جاسينا بنتيجه 3-0 علشان يصعد لدور الثمانيه وتبدا تحلو. يا سلام على المتعه والاثاره واظهار المهاره لدى بطوله من اجمل البطولات واقوى البطولات حتى الان، الستار كونتندر، والمقامة على صالة الوسيل بالدوحة، بطولة في نسختها الثانية. ما فيش أجمل من كده تنظيم، ولا أروع من كده مباريات، ولا أحلى من كده نقل. مستمرين مع حضراتكم ولسه معانا لقاء، فانتظرونا ولكم العودة إن شاء الله. Субтитры сделал DimaTorzok.